فعاليات أسبوع النظافة والبيئة تدشن بمدن ساحل حضرموت. من مديرية غيل باوزير انطلقت فعاليات أسبوع النظافة والبيئة. محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي دشن الفعاليات تحت شعار النظافة ثقافة، وبرعاية من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. النظافة عنوانها اليوم هي الثقافة، ليس عبثا وليس غريبا على هذه المدينة، مدينة الغير، مدينة الثقافة، مدينة النظافة، مدينة الريادة في التعليم المنهجي. أختم حديثي بالشكر والتقدير لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأقول لصندوق النظافة أحسنتم صنعا. وبالمناسبة أقيم حفل التدشين في المدرسة الوسطى بغيل باوزير نظرا لرمزية هذا الصرح. أسبوع النظافة سيشهد مشاركة عدد كبير من المؤسسات الحكومية والأهلية والتجمعات الشبابية والطلابية والنقابات والمنظمات. سبق هذه الفعاليات بدأت في مديرية غيل باوزير الإعداد لمجموعة من مشاريع التحسين في المديرية وتم تنفيذها. طبعاً تم أيضاً تنشيط الكثير من الأعمال في مجال النظافة ومجال التحسين، مجال التشجير بالذات في عموم مديريات ساحل حضرموت خلال هذه الفترة، تمهيداً طبعاً للوصول إلى أسبوع النظافة والبيئة. تم اختيار مديرية غيل باوزير لتدشين أسبوع النظافة والتحسين بها بحكم دائماً تفوقها في جانب النظافة، بحكم وعي المجتمع، وكذلك حصولها على أكثر جوائز هذه النشاط، يعني نشاط النظافة والتحسين دائما في على ساحل حضرموت تعوز عليهم مديرية غيل باوزير، وخاصة في الأعوام الماضية، والآن مستمر هذا الإنجاز، وهذا دلالة كبيرة ورمز، ونحن نقدر هذه الجهود، ونتمنى إن شاء الله من المجتمع أن يكون دائما عامل مساعد لإنجاح مثل هذه المشاريع. أسبوع النظافة سيكون ثقافيا وتوعويا بامتياز بحسب منظميه، وسيشمل تنفيذ حملات نظافة في شوارع المدن الرئيسية انطلاقا من غيل باوزير مرورا بالشحر والمكلا، ترافقها حملات توعوية وإعلامية تعمل على ترسيخ ثقافة النظافة في أوساط المجتمع. عيدروس الخليفي لقناة الغد المشرق.